في بداية عام 2019 رح نتعرف أكثر على تحليل الشخصيات في هذا العام الجديد، إذ تعد الشخصية أحد موضوعات علم النفس الساحرة التي عرفها علماء النفس بطرق أو عرفها علماء النفس بطرق مختلفة نتيجة لوجود المتغيرات التي تؤثر في تطورها. فعرفت الشخصية بأنها منبه أو باعث اجتماعي، وذلك من حيث القيمة، كما عرفت بأنها تنظيم تكاملي لجميع خصائص الفرد العامة التي تظهر بشكل واضح ومتميز لدى الآخرين. للحديث أكثر عن موضوع الشخصيات وتحليل الشخصيات لعام 2019 نرحب بالدكتورة أماني محمود دوغلاس، أستاذة جامعية في التربية. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. أنت طيبة، نورتينا، لأن كثير ما نشوفكش عندنا. اليوم احنا دائما سعيدين بتواجدك معنا. كل عام وانتم بخير، وانت بخير، والشعب اليمني بألف خير ان شاء الله يا رب، كلنا والأمة العربية الإسلامية بخير وعافية. نعم، بالبداية يعني دكتورة هذا موضوع ممكن لأول مرة نطرحه في صباحكم أجمل، ولأول مرة حتى يطرح في البرامج الصباحية تحليل الشخصيات في العام الجديد. بالبداية برأيك ما أهمية تحليل الشخصيات خصوصا في بداية كل عام؟ هلا هو حلو الواحد انه يعني عادة كل الناس لما بتيجي السنة الجديدة بيكونوا حاطين آمال وبيكونوا حاطين خطط وبيبلشوا بشغلات كثيرة بدنا نسوي وبدنا نعمل. صح. هلا حلو الواحد دائما يعني لما بيطلع الواحد للسنة اللي راحت بيقول وين أنا أخفقت، إيش الإشي اللي سويته، إيش الإشي ما سويته، ليش علاقاتي ما مشيت بهالطريقة هاي، ليه أنا ما أخذت مثلا الشغل المناسب، ليش ما طورت علاقتي مع هذا الشخص أو مع هاي الإنسانة أكثر. فبصير الواحد يراجع حاله. فهلا يعني حلو إنه الواحد يبلش السنة جديدة وهو حاطط بباله انه في عندي بعض الاشياء انا لازم افكر فيها قبل ما اروح مثلا بدي اعمل شغل جديد ولا بدي اخطط لاشي جديد، وخصوصا لما يكون في عندي يعني علاقات مع الاخرين. نعم. في ناس كتير بتخفق بهذا الجانب، يعني بتحس حالها انها هي مش متمكنة، في اشي غلط ما خلاها تستمر بالعلاقة او ما خلاها تاخذ الاشي اللي بدها اياه. فالواحد حلو انه يطلع على الاخرين غير يعني غير الطريقة اللي احنا بنطلع فيها انه انا شو ما بحكي مثلا ممكن انا احكم عليك، لا، في دلائل في مؤشرات بشخصيتي هي بدلل انا مين وشخصيتي مين. نعم. فحلو انه الواحد يكون ذكي بانه يعرف هاي الدلائل وهاي المؤشرات اللي موجوده قبل ان نصل الى هذه الدلائل والموجودات اللي في متواجده في شخصيه الانسان. لو نتحدث عن اهميه تحليل الشخصيه ما هي؟ يعني حلو الواحد يعني عاده انا حدا بيحكي معي دغري بس يشوفوني بيقولوا لي دكتوره حليلي لنا شخصيتنا. الله يستر الله يستر. بس يعني الان احنا الله يستر يا جماعه. كيف شخصيتي دكتوره، كيف شايفه شخصيتي؟ هلا في يعني انا يعني انك تيجي دغري مثلا تطلعي على شخص وتقولي له مثلا انه عبير هيك هيك شخصيته بعدين الهيك هيك خليها بعدين. لا، هو بدك وقت حتى انك انت تصيري تعرفي خصائص شخصيه مثلا سماح او عبير. نعم. والله عبير مثلا بعدين لا لا امزح معك واصلي تفضلي. والله عبير مثلا في عندها مثلا دافعيه للشغل، اجتماعيه الناس بتحبها، يعني بحلل فيك مثلا سماحك كمان نفس الشيء هاديه، بس في عندها كمان تطلعات، في عندها بتقدري تحكمي على الشخصيه بس مش من اولها. صح. هلا من يعني في مؤشرات، يعني حتى لما احنا بنلتقي مع بعض اول شيء اول لقاء بين الاشخاص الانطباع الاول في اشياء بتقول لك انه هاي الشخصيه. لا، كيف الناس بتحلل الشخصيات؟ بتنتبه للاشياء الصفات والخصائص والسمات. ما هي الشخصيه هي عباره عن سمات ومشاعر وانفعالات وخصائص للبني ادم. انا بنتبه عليها، ولما بنتبه عليها بقدر اني انا احكي هون شخصيته هادي، هون شخصيته من دفعه، هون عدواني، هون. نعم. عرفتي كيف؟ طيب قد ايه بيساعد دكتوره يعني مثلا لو احيانا احنا ما بنعرف انفسنا كثير، يعني ممكن حضرتك كشخص مختص ويعني عنده خبره بهذا المجال ممكن بتساعدي الناس انه يتعرفوا على أشياء خصائص عندهم وعاداتهم ما يكونوا عارفينها. قديه بيساعد إنه نعرف أكثر شخصياتنا ونحللها؟ قديه بيساعدنا بحياتنا لتحقيق ممكن طموحات أو إنجازات أو حتى تغيير خاصة في الجانب الاجتماعي؟ يعني لاحظي هلا كل واحد فينا لما بيقعد بيحكي عن مثلا مشكلة هو حاسس فيها أو بيعاني منها، لنفرض إنه أنا سريع الغضب أو أنا انفعالي كتير أو أنا اندفاعي. هلا دائما أنا بحكي بقول كل واحد فينا هو أكتر واحد بيقدر إنه يحكم على حاله. إذا شخص المشكلة وقال إنه أنا سريع الغضب، في أدوات ممكن إنه يصير يستخدمها علشان يغير شوية بشخصيته. يعني أهم شيء إنه الواحد يلاحظ حاله، إمتى بيكون سريع الغضب، شو الموقف،
مع مين الأشخاص، يعني بده يصير ينتبه، يعني بده يكون منتبه لكل إشي بدور حوالين الموقف اللي عماله بيستثير غضبه. يمكن ما يكون السبب هو، يمكن يكون السبب الآخرين. نعم. فالواحد بده يعرف إيش الأشياء اللي ممكن إنها هي تخليني مثلا أنا، يعني مدام شخصت المشكلة الموجودة عندي. هلأ بيختلف عن الشخص اللي بيجي بيقول لك لا أنا مو سريع الغضب، بس الناس بتحكي له إنك أنت سريع الغضب بس هو مش معترف. هون ما رح يلاقي، يعني ما رح يغير بحاله، بس الشخص اللي بيعرف بيشخص يعني حاله وبده يسعى لحل، هو هذا بيكون أقرب للحل. نعم. هلأ في عنا، خلينا نحكي شوية عن الموضوع اللي بهم الناس أكثر دائما، اللي هو موضوع لغة الجسد. هلأ واحدة من الأشياء اللي بتخلي الأشخاص إنك أنت تعرفي الناس اللي الرسائل اللي بعتولك إياها، لأنه الدراسات بتشير إنه عنا حوالي 55% من المعلومات اللي بقدر أعرفها عن عبير أو عن سماع عن طريق لغة الجسد، وحوالي بس 7% من اللغة المحكية، وحوالي 37% اللي هي عنا إياها عن طريق نبرة الصوت وحدة الصوت والطريقة اللي بترافق حركات الجسد. الكتابة مش عارف إيش والتوقيعات والحاجات هذه، هل هذه فعلا صحيحة؟ يعني في علم بقولك يعني إنه بيقدروا يشوفوا من طريقة الكتابة والخط الكتابة إنه إيش بتعكس إيش الشخصية. إذا الخط مرتب مش مرتب، في انحناءات معينة بالضبط، هذا بزوايا معينة ممكن إنه يكون بدلل على الشخصية. نعم. طيب لغة الجسد صحيح. حددتي فتحت الموضوع عن لغة الجسد، ممكن شو أبرز هذا الأنواع أو لغات الجسد، لغة الجسد وأنواعها، شو ممكن أكثر شيء بيدل على سمات في الشخصية؟ هلأ كل شيء بجسد الإنسان من الرأس للقدمين بيدلل على أنه في رسائل وفي دلائل بيدلل على الشخصية. يعني هلأ إحنا أول شيء مبلش فيه لوانا هي لغة العيون. هلأ لغة العيون أنتوا بتعرفوا أنه يعني العيون بيحكوا عنها أنها هي مرآة لروحنا. صحيح. بتحكي كل شيء جواتنا. يعني في مؤشرات تدلل على يعني لغة العيون، كيف الشخص اللي قدامي هو عماله بيحكي حركة عيونه، فأنا لازم أنتبه. يعني عادة الناس اللي بيكونوا معجبين ببعض، إذا في إنسان معجب بالشخص اللي قدامه بيكون حدقة العين والعين عنده كتير متسع، لو كمان يعني تحس لمعان بالعيون. أيوة لمعه من فرحة دكتورة. أيوة بنفس الوقت بتلاحظوا إنه هو ما بيقدر يقيم عيونه عن الشخص اللي قدامه. برمش بس حركة الرمشة تبعته بتكون قليلة، لأنه بس بده يعني ياخد يدخل على مدخلات البصرية تبعته كل إشي بتعلق بهذا الشخص اللي قدامه. هلا نفس الشيء حركة العيون كمان بتكشف إذا كانت عنا يعني على اليمين لفوق للوسط لتحت، أو على اليسار لفوق لتحت أو للوسط. إذا كان الإنسان مثلا عنا بتشوفوا الناس اللي بتكون عمالها بتكذب، يعني ممكن بعينيه بتحرك بحركة يا لفوق يا لتحت، وعماله بتذكر مثلا الكذبة كيف بده يرتبها، أو إنه مثلا أنت عمالك بتحكي وفي ناس أنا عمالي بحكي معك ومثلا عم بتطلع بزاوية بعينه بزاوية ممكن ما يكون عاجبه الحكي اللي أنا عمالي بحكي أو مش مهتم. فحركة العيون بتدلل، في لها دلالات على إنه الشخص اللي قدامي مهتم أو مش مهتم، مصدق الحكي اللي أنا عمالي بحكيه أو ما عمالي بحكيه. هلأ في إشي تاني مرتبط له هنا، الحواجب. هلأ إحنا عادة لما بدنا نندهش من أي موضوع بنرفع حواجبنا لفوق، يعني بيرفع الواحد بتعجب بندهش. هلأ يعني جربوا انكم انتم مثلا تعملوا هاي الحركه وانتم قاعدين مرتاحين ومبسوطين، ما بتعملوها مع ناس. صحيح ولا لا؟ ما بتقدر، يعني ما في داعي. ما لها معنى. هلا ممكن مرات كمان اللي قدامي عم ببالغ كثير وانا من جوا عم بحكي انه اوف شو هالحكي هذا، مش لهالدرجه. بتلاقي حالك انت عمالك لا شعوريا عم ترفع حواجبك لفوق لانه انت مثلا يمكن مش مصدق او معجب كثير، بتتبع الحركه بتقول له عن جد انه عن جد انت اللي الشيء عمالك بتسويه. فهاي كمان بتدلل انه يعني للشخص اللي قدام هذا الشخص اللي عماله بيحكي بدلل لك انه انا اتابع بالحديث ما اتابع بالحديث، بلشت ابالغ ولا ما ابالغ، مصدقني ولا مش مصدقني. هلا في كمان شيء كثير مهم اللي هو عندنا اياه الابتسامه. انت بتعرفوا انه احنا صدقة. يعني ايوه ابتسامتك بوجه اخيك صدقه. اول يعني الابتسامه حتى لو الناس بيكونوا غرباء عن بعض، اول ما بتبادر الابتسامه للاشخاص انت بتريح الاشخاص اللي حواليك. صح. وهي بتكون مدخل لانك انت تحكي مع هدول الاشخاص او تكسر حواجز. نعم. هلا الابتسامه في لها دلالات، يعني هي كمان تعكس اللي جواتي، بس في ناس بيستخدموا الابتسامه
علشان يخفوا أشياء جواتهم. صحيح. يعني كيف تقدر تعرفي إنه الابتسامة صادقة ولا لا؟ هلأ عادة الابتسامة الحلوة والصادقة دايما منلاقي إنه لما بتسم الواحد فيه خطوط وبتطلع للواحد حدة في العيون يعني. لا، وهون عند العيون بصير فيه خطوط لأن الابتسامة صادقة. والابتسامة الصادقة بتنعكس على بشرة الواحد. بينما هلأ لاحظوا راقبوا هاي الشغلة، الناس اللي بيبتسموا لكم لأنه هم عم بيوافقوا على الحكي اللي أنتم بتحكوه يعني ظاهريا، بس هم ضمنيا لا، من داخل بتبسموا ابتسامة هاي اللي هيك صفرة. بتكون صفرة باردة المصطنعة. ما بتكون هذا الاشي والمصطنعة. وفي ناس كتير بيستخدموا الابتسامة حتى يخفوا الأشياء اللي جواتهم. كمان شغلة تانية، حتى حركة الإيدين بحس كتير مهمة. يعني في ناس أنا من الناس اللي كتير بعبر بإيدي، لازم دائما أعتقد إنها وراثية دكتورة بعدين عنا، إنه لازم دائما حركة الإيدين. فشو التعبير اللي ممكن بيعطي إنه قد ما بالإنسان بحرك إيدينه يعني؟ هلا في عنا هو حركة الإيدين، رح أحكي لكم إياها مع وضعية الجسد. كمان عنا وضعية جسدي أنا مع حركة إيدي، مع وقفتي، مع الطريقة اللي بقعد فيها، هاي كلياتها بتدلل إيش الشخصية اللي قدامنا. يعني في ناس لما حكت عبير سماحة ما بتسأل على حركة الإيدين، هلأ كل ما كنت أنا عمالي بحكي وبتبع حكي بحركات إيدين متناسقة وإلها علاقة بالموضوع، هاي أكيد يعني واحدة من الأشياء اللي بتأثر بالآخرين. هلأ عادة لما بتكوني أنت عمالك بتحكي مع أشخاص كتير، أو عم تعطي محاضرة قدام ناس، أو عم تعطي لقاء، إذا كان حركة إيديك مفتوحة هاي بتدلل على أنه أنت برتاحة بالحكي وبتعطي راحة للشخص اللي قدامك. إذا كان مثلا حركة إيديك مضبوبة هاي يعني ما بنصحوا فيها برضو. بس كمان نفس الإشي، الواحد حركة إيديه بتكون متناسقة مع الإشي اللي عماله بيحكي وما تكون مبالغ فيها. في ناس بيفتعلوا حركة الإيدين، في حتى دراسات بتشير إنه حركة الإيدين ليش الناس مثلا بتكون مؤثرة أكثر من الناس الثانية، لأنه في بعض الأحاديث اللي بروها أو القصص أو الأشياء حتى أنهم يقنعوا الأشخاص اللي قدامهم بتبعوا الحكي بحركة إيدين مناسبة بوقت مناسب. فبتجرى دراسات على حركة الإيدين قديش هي كان لها دور في أنها تأثر بالإشي اللي أنا عمالي بحكي. هلأ لاحظوا كمان الأشخاص اللي واثقين بحالهم وضعية جسدهم بتكون مختلفة. يعني في دراسة من الدراسات جابوا مجموعتين وقالوا لهم إنه إحنا رح عرضوا عليهم مجموعة من الصور لأشخاص بوضعيات جسد مختلفة. وكان يقولوا لهم حطوا رقم إذا هذه الشخصية قوية أو هاي شخصية ضعيفة. فمن وضعيات جسد الصور اللي موجودة قدامهم كانوا يدللوا إنه هذا الشخص ضعيف أو قوي. هاي الصور كيف هي؟ يعني هلا عادة أنتم بتطلعوا الشخص اللي دائما بيكون شخصيته قوية بيكون اكتافه فيها اتساع، يعني فاتح اكتافه. أيوة ارجعوا لورا بعدين بيكون رأسه مرفوع، ظهره مستقيم، ما بيكون عكس الشخص الثاني اللي بيكون اكتافه لقدام وبيكون مش يعني حركة ايديه أو بيكون ضابب ايديه، عيونه ما عماله بيعمل تواصل بصري، عم بحاول يهرب بعيونه بمختلف الاتجاهات. هذا شخصية بده يخفي شيء، يا أما في عنده شخصية ضعيفة ما عنده ثقة بنفسه. فالواحد لازم ينتبه لوضعية الجسد، لأن وضعية الجسد هي بتعكس للي قدامي أنا مين. يعني إذا أنا فايت على الأشخاص والأشخاص هدول يعني شفت إنه الشخص اللي أنا عمالي بحكي معه وضعية جسده فيها ضعف، فهذا بدلل على شخصية ضعيفة للشخص اللي قدام لقدامه. طيب لو نأتي نتحدث دكتور أماني عن مثلا الشكل أو المظهر الخارجي للشخصية، هل فعلا تلعب دور كبير في تحليل الشخصية؟ تلعب، يعني هاي من أهم الأشياء. يعني الشخص لازم يهتم بمظهره. هلأ يهتم بمظهره ما معناها أشياء غالية المبالغة. ما معناها يعني ياما في ناس بيرتدوا أشياء كتير غالية وبكون كل شيء مبالغ. صحيح. مبالغ فيه، فأنت بتنفر ما بتحب أنك تتطلع عليه. هلأ حلو الواحد يختار الألوان بطريقة معينة، يختار اللبس بطريقة معينة، رائحة جسده تكون حلوة كمان مش منفرة، يحاول إنه يعني يكون في تناسق ويكون في إشي مريح للعين. هلأ في ناس كتير عندهم ذكاء، حتى هذا بسموه ذكاء بصري، إنه بيحاول إنه يلبق الألوان مع بعضها البعض. يعني كيف هلأ مثلا شوف الاستوديو قديش مثلا في ألوان متناسقة، ألوان مريحة بتعكس مثلا الصورة اللي أنتم بدكم إياها بقلب البرنامج. نفس الإشي الشخص، يعني في ناس كتير بتعلق على بتشوف الحذاء اللي لابسه كيف، الساعة، الطريقة. تسمعوا هاي الأشياء، إنه أنا بعرف شخصية الإنسان. هلأ في إله دلالات، يعني إذا كان واحد بيرتدي مثلا حذاء عريض، يعني ما يعني مش رح ندخل بهاي التفاصيل، بس برضو بتدلل على شخصية الإنسان. حلو الواحد إنه يكون مرتب هندامه حتى يطلع بصورة حلوة للأشخاص وياخذوا عنه
كمان في ناس ما بينتبهوا لطريقه اللبس بالمكان والزمان. صح. نعم صح. يعني ممكن تلاقيهم مثلا رايحين على مقابله بملابس غير رسميه كاجوال. هلا الكاجوال في مكان وقت الواحد بيلبسه. صح. بس مش كل وقت. في كمان يعني كثير ذكي الواحد بيكون ذكي الواحد اذا بيسال على المكان اللي رايح عليه ايش الدريس كود، ايش نوع اللبس اللي انا بدي البسه. احيانا اصلا اذا بيكون في دعوه او هاي بيكتبوا ايش الدريس كود عشان يساعدوا كمان لازم ينتبه الواحد، لانه هاي من الاشياء كمان اللي بتعكس شخصيتي، انه انا دقيق بنتبه للتفاصيل، بهتم لدقائق الامور، مش انه انا خلص يعني ما بهتم. نعم نعم. طب دكتورة في يعني كمان أنماط للشخصية وهي كمان بتأثر على شخصياتنا، يعني مثلا في الشخصية الحمراء، الشخصية الخضراء يعني وما إلى ذلك، فكيف أيضا هذه الأنماط تؤثر على تحليل الشخصية؟ هل كلها بتكون فعليا متطابقة على الأشخاص اللي بينتموا لهذا النمط ولا في اختلافات؟ هلا هم كيف بيطلعوا أنماط الشخصية؟ هم بيجمعوا مجموعة من الخصائص اللي بتميز مثلا نمط الشخصية الهادئ أو نمط الشخصية الجذاب أو نمط الشخصية العدائي أو نمط الشخصية، فهم بيجمعوا مجموعة من الخصائص، بيجروا مجموعة من الدراسات إيش الخصائص اللي بتميز هدول الأشخاص وبحطوا لكم إياها ضمن تصنيف معين. هلأ إذا أنا إجت ضمن هذا التصنيف تنطبق علي، فأنا بتكون شخصيتي مثلا هادية أو شخصيتي مثابرة أو شخصية، يعني حتى هذا تصنيف الشخصيات كان من زمن اليونانيين، من زمان لما كانوا بيصنفوا الأشخاص لمقاتلين أو غير مقاتلين، إنه هل هذا حتى كانوا يسموها شخصية دموية، إنه شخصية دموية يعني أوكي هذا خليه يروح لمقاتل لنهضة مثلا الإمبراطورية تبعتهم. نعم. هاي شخصية لا متخاذلة لا ما بدنا إياها. فتقسيم الشخصيات بيكون بناء على دلائل ومؤشرات موجودة عندي أنا على أساس إنه أنا أعرف هاي شخصية وين بدي يعني أشتغل معها. هلأ حتى لما بالشغل بيكون نفسه المدير أو الشخص المسؤول اللي بده ينجح مؤسسته بيطلع على شخصيات الموظفين الموجودين عنده، وبيعطي كل واحد بيعطي موقعه. كل واحد موقعه على أساس إنه أنا أنجح بالمهمة، لأنه ما في الناس ما تتشابه مع بعضها البعض. فالحلو الواحد إنه يعرف نمط الشخصية اللي قدامه، يعرف كيف بده يتعامل معها علشان ينجح الهدف اللي هو حاطه بباله، سواء اجتماعي ولا سياسي ولا اقتصادي ولا بالشغل ولا مهني. يعني لازم الواحد يطلع على هاي الأمور. نعم. ما يقول إنه أنا ما بتعنيني، أنا هاي خليها لطبيب علم النفس ولا لا، هي بتساعدنا كلنا بحياتنا. هي ذكاء الشخص اللي بيتحلى فيها، هذا شخص عنده ذكاء انفعالي وذكاء بالشخصية، حتى انه هو يقدر يعرف ويوصل للاشياء اللي بده اياها. نعم دكتورة اماني، لو ناتي نتحدث ايضا، احنا الان تحدثنا عن لغة الجسد وتحدثنا عن الابتسامة وتحدثنا عن لغة العيون، طيب لو ناتي نتحدث كيف ممكن اني اميز الشخص اللي امامي من خلال كلامه؟ هلا الكلام، ايوه هلا دائما انا بحكي بقول شو ما احنا بنحكي هي بتدلل احنا مين، يعني من المخزون المعرفي احنا بنسميه عنا بشغلنا مخزون معرفي. مخزون معرفي معناته قديش انت بتمتلك معرفه من خلال القراءه، من خلال الاطلاع، من خلال انه انت دائما في عندكم يعني على طول مثابره حتى انه الواحد يبحث عن المعرفه. فبتلاقي الناس اللي يعني انا حتى بعرف لما بيكونوا الطلاب موجودين قدامي، الشخص اللي بيقرأ، الطالب اللي مثابر، اللي عنده دائما طريقة للتساؤل، دائما اللي يعني شغل باله شغال أو فكره شغال، هذا بدلل لك على إنه في عنده إنسان عماله بيشتغل على حاله كتير. هلأ كل ما كان أنا عندي معرفة، كل ما طلعت هاي المعرفة من خلال اللغة ومن خلال المفردات اللغوية. صحيح. يعني بيجيب لك المفردة اللغوية المناسبة بالمكان المناسب. صحيح. فإنسان هذا إنسان يعني بيعرف أو إنه بيستخدم أي مفردات، هذا كمان بيدلل لك إنه لا هذا الشخص مش طلع أو ما عنده هالمعرفة الكافية. ففي يعني كيف أنت بدك تستدلي على الشخص إنه أو على شخصية الإنسان إنه هذا الشخص مرتب؟ من خلال احنا اللغه، يعني من خلال الحكي، من خلال شو ما بيطلع من 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 مفردات، من كلام، هاي بتعكس بدل على ثقافته والباك جراوند اللي تربى فيها. طيب دكتوره مين عنده ممكن الحس التحليلي هذا اعلى، النساء ام الرجال بتحليل الشخصيات؟ طبيعي النساء ان شاء الله. طبعا هم النساء يعني دائما بقول لك انه احنا بنحلل واي حركه بصيروا يفسروها. هلا هم في عندهم يعني في عندهم ذكاء بهذا المجال. هلا انا بحس كمان يعني اكيد بده يكون سين عندهم نفس الشيء، بس هو بده يكون في اهتمام بهذا الجانب. صحيح. وبتلاقي انه مرات ممكن من الستات يكونوا مهتمين بهذا الموضوع وممكن من الرجال مهتمين بهذا الموضوع، بس انا بحس بالجامعه يعني بيكون هذا يعني اهتمام للجنسين.
بحبوا يعرفوا عن هاي المواضيع حتى انهم يفهموا الناس اللي حواليهم اكثر. صحيح، رح تساعدهم بحياتهم اكثر. كثير انبسطنا فيك اليوم دكتوره بهذا الموضوع. كل عام وانت بألف خير، وان شاء الله هاي السنه تكون سنه حلوه عليكي وعليكم ان شاء الله وعلى الشعب اليمني. ربنا يسعدك وكل عام انتم بخير وانت ان شاء الله يعني كل امنياتكم تتحقق بالعام ان شاء الله باذن الله. عندنا كثير قائمه طويله اكيد كليات ان شاء الله ربنا يسعدك. اذا شكرا لك دكتوره اماني محمود دوغلاس استاذه جامعيه في التربيه، ولنا لقاءات قادمه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا.